نرجع للاتهامات، يعني عمر خضر اول ما اسمه بيتقال دايما يتلام على حضرتك فرطت فيه وسبته، وحضرتك قلت انا ماليش دعوه بالموضوع ده. خالص. عايزين بقى توضيح علشان يعني الناس بقى تعرف ان حضرتك ما كانش ليك دعوه لا انا ماليش بعمر علاقه خضر. بموضوع عمر خضر، بالعكس انا كنت معارض جدا انه يمشي، لكن ده اتعمل من فوق، يعني الناس الكبار كانوا مع بعض، انا ماليش علاقه بيه خالص. يعني اتفاقات نقدر نقول اتفاقات رسميه، انا لا أو اعلم يعني ايه اللي حصل، ولا اعرف الديل اللي اتعمل ايه، ولا اعرف عمر خضر مشي امتى ولا مشي ازاي ولا عمل ايه ولا اي حاجه خالص خالص. حضرتك كنت مسؤول عن الناشئين في الوقت ده؟ في الوقت ده يعني حضرتك لا مسؤول؟ انا كنت مسؤول عن مدرسه الكوره، مدرسه الكوره والبراعم. وهو كان اسماعيل يوسف كان هو رئيس القطاعات الكوره، وكان الموضوع مع رئيس النادي هنا ورئيس النادي هنا. يعني مين المفروض اللي يمضي على الموافقه ان هو يروح نادي زد ومن زد بيتباع والله بقى؟ لا صدقيني فعلا والله ما اعرف. طب ليه الاتهامات لحضرتك؟ يعني ليه حضرتك يتقال انك فرطت فيه وده ثروه وده اتباع؟ هو انا يعني حتى عمري في حياتي، يعني هقول لك ايه، يعني قصه عمر خضر دي انا لا اعلمها غير لما الولد مشي. يعني حضرتك برضو للتوضيح، حضرتك ما وافقتش وما كنتش تعرف اصلا ان هو ماشي ولا اي حاجه خالص؟ خالص. ولو سئلت هقول استحاله، لو بملايين. يعني حضرتك مالكش دعوه بالموضوع خالص؟ خالص. عمر خضر انا كنت مسؤول عنه السنه اللي قبلها. فحضرتك عارفه وعارف موهبته عارف. فمش هتفرط فيه. 2006 طبعا. فده يعتبر يجيب لك فلوس كتيره فمش هتفرط فيه. ده لعيب فيه كبير، لعيب محترم جدا، ولعيب من اللعيبه المميزه جدا. عشان كده هو اتخطف على طول، يعني بالزبط. راح الدوري الانجليزي. انا هقول لحضرتك الحاجه، انا لما بشوف حاجه تفيد نادي الزمالك بعملها. حتى لو انا بره. انا يا فندم كنت في لعيب اسمه، عارفين انتوا عاشور التقي ده؟ كان لعيب في الانبي وكان عندي في المصريات صلات وابنه بقى. والله العظيم انا خدته من باب النادي الاهلي، اسمه حسام عاشور التقي. اسمه الولد اسمه محمد حسام، محمد حسام عاشور. حاجه جامده جدا، لعيب قوي جدا. لعيب مميز جدا. انا جبته بقولك من على بوابه النادي الاهلي، ودفعت الفلوس من بره. اي حد يعرف هذا الكلام؟ بالظبط. انا جبت الفلوس من بره، الفلوس اللي هخلص بيها الولد ده من نادي حلوان من بره. ده حضرتك تطوعت ورحت؟ بقولك من بره النادي. النادي ما تكلفش جنيه. انا جبت الولد ده من على باب النادي الاهلي. اقسم بالله هذا حصل، والاشخاص عايشين وحيين بس ما اقدرش اقول اساميهم. في ناس ساعدتني فيها، ناس بره مش شغاله في النادي خالص ولا لا، بس زملكاويه. واتكلمت في الولد وقالوا لي، قلت لهم هاتوه. انا شفت الولد، قلت له عاشور، عاشور ده ابني اللي هو ابو الولد، ابني. قلت له لو راح انت الساعه كام؟ 2 بالليل. مارست قوتك يا كابتن. والله 2 بالليل لغايه الساعه 3 الصبح وانا بتابع الموضوع. انا ما ظهرتش في الموضوع، بتابع الموضوع بالتليفونات لغايه لما الولد جه جبته للزمالك بقى. تاني يوم مضيته وخلصته ودفعت الفلوس وايدته في نادي الزمالك، وما زال بيلعب في 2007. حاجه جامده جدا. ممكن ده يتصعد بقى للفريق الاول يساعد الزمالك. ان شاء الله يعني اديله سنه سنتين كده يبقى موجود في الفريق الاول. فانا عمر خضر ده اقسم بالله ما اعرف عنه حاجه. ولا ليه علاقه بانتقاله للنادي زد، ولا اعرف اي حاجه عن الديل، ولا اعرف ايه اللي اتكتب، ولا اعرف. حضرتك اتفاجئت يعني من زي الناس؟ يعني مش ما تعرفش زي الناس.